إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، إلى حضراتكم أسماء الفائزين في مسابقة الدين حسن الخلق، وقد فاز بجائزة قدرها 1000 جنيه أسامة فكري محمد عبيد، محاسب من محافظة الغربية، وفاز بالجائزة الشرفية من داخل جمهورية مصر العربية محمد بهاء الدين محمد سليمان، فني تشغيل بشركة مياه الشرب لمدن القناة من محافظة الإسماعيلية، إيمان محمد نور الدين حسين، ليسانس آداب لغة عربية من محافظة الشرقية، وفاز بالجائزة الشرفية من خارج جمهورية مصر العربية عمرو حسن أبو نجمة، مهندس مقيم بالسعودية، عمرو عبد الحليم محمد، إمام مسجد مقيم بالكويت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الدين حسن الخلق، أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. الدين حسن الخلق مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. الإعداد مروى النجار، التقديم محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال 30: التوكل على الله. من قيم الإسلام العالية وأخلاقه السامية خلق التوكل على الله عز وجل، وهو الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهو دليل صدق الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل على الله تعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل إن مباشرة الأسباب من تمام التوكل، لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا. فالإسلام دين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وهو دين لا يعرف التواكل بل يحاربه وينبذه، ولا يعرف التواني والكسل والخمول. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المتوكلين، ضرب المثل الأعلى في التوكل على الله عز وجل، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. فمن توكل على الله كفاه سبحانه وتعالى، فهو نعم الوكيل. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن توكل على الله فاز بمحبته سبحانه. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. والسؤال: أذكر حديثا شريفا في بيان فضل التوكل على الله. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي. أيها الإخوة المؤمنون، هذه المسابقة لها جائزة يوميا قيمتها 1000 جنيه، والمشاركة فيها مفتوحة للجميع، إضافة إلى 3 جوائز شرفية، 2 منها للمشاركين في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية، وواحدة من خارجها، وتذاع أسماؤهم عبر إذاعة القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله. قدمنا لكم الدين حسن الخلق مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف.